شكرا سيد الرئيس. سيد النائب المحترم، على هذا السؤال اللي تتعلق بنقولوا النقل السري او الغير مرخص، بغيت نذكر ان استغلال خدمات النقل بالعالم القروي تتخضع للظاهر الشريف ديال 63 وفق دفتر التحملات، تحدد شروط الاستغلال ديال هذا النوع من النقل، وتيسمح لجميع الراغبين في الاستثمار فيه من الحصول على التراخيص اللازمه مع احترام شروط السلامه والجوده والراحه لساكنه العالم القروي. في هذا الاطار كانت قامت الوزاره بانجاز دراسات القرب بمعيه السلطات والمجالس المحليه تتهم 58 اقليم، حيث تمكنت من تحديد المعطيات المتعلقه بدواعي تنقلات المواطنين بالعالم القروي ووسائل النقل المتوفره، وكذلك الحاجيات المستقبليه لساكنه كل جماعه قرويه من وسائل النقل. تجدر الاشاره الى ان هذه المعطيات تتشكل ارضيه للجنه الاقليميه للنقل لدراسه طلبات الحصول على رخص النقل المزدوج، كما ان اللجنه الوطنيه للنقل كانت ولا زالت تعطي دائما الاولويه لهذه الطلبات. اليوم عندنا 1380 رخصه ديال النقل المزدوج، اللي هي تتعمل من اصل 3638 رخصه اللي تم يعني الترخيص لها، تعني بانه هذا النقل المزدوج ما تيحلش المشكل ديال النقل في العالم القروي، وخصنا نبنيو على التنزيل الجهوي المتقدمه. لاجل ذلك غادي تقوم الوزاره بتسريع وتيره العمل من اجل نقل الاختصاصات اللي تتعلق بهذا النمط النقلي الى المجالس الجهويه في اطار ورؤيه متوافق حولها، باش نقدروا نوفروا نقل يستجيب لتطلعات المواطنين وندمجوا الراغبين في ممارسه هذا النوع من النشاط في القطاع المنتظم. وشكرا.